الزغاليل ملت حجمها ملة تاني، بسم الله ما شاء الله. الزغلول اهو بقى فيه سدر، ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايف رجع الحمام بسم الله ما شاء الله لمستواه. الزغاليل بقت نظيفة اهي، بعد ما كنت تلاقي بلل وتلاقي الزغاليل مش نظيفة، الزغاليل رجعت نظيفة تاني. لكن زي ما في زغاليل برضو بقت كويسة، في زغاليل برضو لسه متأثرة مسيفة. طبعا كتر خيرهم على المية اللي كانوا بيعملوها، ان هم عايشين لسه اساسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة اليوم الخامس من إعطاء الأدوية البيطرية اللي قال عليها الأستاذ أشرف خضير. بالنسبة للمجموعة بتاعتنا اللي إحنا بنشتغل بيها، بنشتغل بأونروفلوكساسين. أونروفلوكساسين ده من أقوى المضادات الحيوية اللي بتشتغل على السلمونيلا والبارتيفويد والالتهابات المعوية. محترم جدا، بيشتغل تنفسي ومعوي، بس هو في المعوي كمان أقوى من التنفسي. تمام. بنحط معاه في التركيبة بتاعتنا عشان حتة قابض للأوعية، في التركيبة بتاعتنا بنحط كوليستين الفرنساوي. ده كوليستين فرنساوي محترم جدا برضو، ده من ضمن المجموعة. ده شغلته قابض للأوعية، بيوقف الإسهالات وقتي. تمام. بس ده هيوقف الإسهال بس، إنما الأونرو هيعالج. ومعاه حاجة كمان، حاجة كمان اللي احنا بنحطها اللي هو الفلوروميد. الفلوروميد ده بيكمل مع الانرو عشان يبقى تبقى المجموعه قويه معويه. يعني يبقى انا حولته، بدل ما انا بضعف الجزء اللي هنا تنفسي بخلي تركيزه كله معوي. الاثنين مع بعض، الفلوروميد مع الانرو بيعالجوا السلمونيلا المعويه وبيعالجوا الالتهابات المعويه، ولو في باراتايفويد او سلمونيلا مفصليه برضو بيعالجوا. تمام. فاصبح ان انا عندي الاثنين المضادات الحيويه معاهم قابض للاوعيه اهو، ده كمجموعه اساسيه في العلاج. تمام. بحط انا معاهم حاجه كمان دي بقى عشان خاطر ان العلاجات دي او المضادات الحيويه عامه بيبقى لها اثر انها لها سموم بتتخزن في الكبد بتاع الطير، فانا مش عايز احمل الطير اكتر ما هو متحمل، فانا بحط في التركيبه بتاعتنا حاجه اسمها ستيميسول. ده ستيميسول ده مضاد سموم وخماير بتاع شركه انتر تيم الهولندي. هنستخدمه في نفس الوقت؟ في نفس الوقت. هم دول المجموعه الرباعيه اللي انا بقول لحضرتك عليهم. طبعا انا بحط من كل نوع سنتي على لتر الميه، الاربعه مع بعض. تمام. اصبح ان انا عندي ثلاثه علاجي، والرابع بيحول السموم بتاعتهم انها تخرج عن طريق البراز وما تتخزنش في الكبد. وفي نفس الوقت دي فيها خماير بتنشط الانزيمات الهضميه وبتساعد في عمليه الهضم. يبقى انا عندي لو طيور كمان تعبانه وما بتقبلش على الاكل او ما بتكلفش كويس، ده هيخليهم مع العلاج كمان يخش على الاكل ويبقى فيه كلفه مظبوطه، وما نحتاجش ندي خميره بعد العلاج. بعد العلاج بالظبط. برضو احنا لنا حاجات تانية هنكمل بيها، بس انا هنكمل بناء عن اليوم الخامس البراز وصل لفين والحام وصل لفين. هندي غسول، هندي حاجه تانية مثلا لو لسه في اصابات بسيطه، هندي حاجه رفع مناعه، هندي حاجه للفيروسات. النهايه بتاعه العلاج هي اللي هتحدد هنكمل ازاي. النهارده اليوم الخامس، انا نظفت امبارح ادراج السلكات عشان لما اصور اشوف ايه الزرق الجديد بقى شكله ايه. ادراج السلكات والسلكات والمسائي والطواجن كمان، وكمان غيرت الطواجن اللي فيها الزغاليل امبارح عشان برضو اشوف شكل الاسهال عامل ازاي. طهرت بماء وكلور. ارجوك اعمل لايك للفيديو قبل ما نبدا على طول، وتعالى على طول نبدا الفيديو. دي حاله كانت من اصعب الحالات اللي هو عند القص ده، كان من اصعب الحالات. كانت الدرج ده كان ملان ميه. هتقول لي دي ميه؟ دي ميه فعلا، لكن مش المنظر ده. ما كناش بنشوف الزبله دي زي ما بيقولوا، كان ميه بس. انا يمكن القص ده بقالي فتره يا جماعه، انا استخدمت ادويه كتير وادويه غاليه مش ادويه رخيصه، لكن ما اعرفش بقى، هي البركه بتاعت الاستاذ اشرف خضير. لكن ده كده ده ممتاز جدا جدا جدا، ربنا يبارك لك يا حاج اشرف. نجيب الطاجن بتاع الزغاليل. انا مغير لهم الفرشه دي امبارح، هنشوفها، نشوف الزغاليل والطاجن بتاعها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شيء يعني بص، هو فيه زي عرق، في كده زي ما يكون في عرق، لكن ده كان الزغاليل بتبقى غرقانه بميتها يا جماعه. شوف كده زي ما يكون عرقان. طيب الزغاليل بسم الله ما شاء الله اكلين، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له، ربنا يبارك له. والله يا جماعه فعلا الغالي ثمنه فيه، يعني هو ما حدش يفتكر ان غالي يعني، لا والله هو معقول، لكن انا والله صرفت في الغالي كتير وبرضه ما جابش نتيجه. ده قص كنت مسيبه لسه معهوش زغاليل يعني، بس هنشوف. ده هنا فيه لسه شوية يا حاج اشرف، باقي شوية. احنا بنصور برضو الحاج اشرف عشان ايه؟ نراجع مع بعض، هو يشوف معانا الموضوع هنكمل بايه، هنكمل مضاد حيوي ولا
هنكمل بحاجة تانية. لكن ده برضو من الأصوص اللي كانت تعبانة قوي. هنا ده برضو كان بيكون في مية، ما كناش بنشوف المنظر ده يا جماعة. شوف الزرق الحتة دي كده، ان انت الزرق بتحرك كده نشف وبتعرف تكنسه كده. لا ما كانش فيه الكلام ده، كنت الاول عايز امسح الدرج وامسحها، ما كانش فيه حاجة كده زي دي. شوف كده اهو، ده ما كنتش بشوف المنظر ده حقيقي، يعني حقيقي ربنا يكرمه يا رب. هنا ده معاه زغليل طبعا، ده عادي لما تلاقي نقطة المية دي طبيعي، الحمام بيتبول برضو يا جماعة. مش لكن في زرق اهو، ما كناش بنشوف الزرق ده، انا ما كنتش بشوف ده، ما كانش فيه الا مية بس. هنا ده الزغليل، ده انا مغيره امبارح لسه ناشف اهو، اهو طاجن ما شاء الله ناشف ممتاز جدا جدا جدا. وهنا زغلولين اهم برضو. ممتاز 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 والله، ما خسارة مش خسارة فعلا فعلا. العلاج ده احنا عملنا يا جماعة الفيديو ده خدمة والله في الناس، مش عملنا الفيديو ده كدعاية للحاج اشرف ولا حاجة، اقسم بالله انا عملته للناس اللي مشتركين معايا في القناة. والحاج اشرف يستاهل كل خير برضو ان هو وصف لنا الحاجات دي والادوية دي، الادوية المستوردة اللي بتجيب نتيجة اللي مش خسارة فيها اي فلوس. وده برضو شكل الزرق اللي هو تحتهم، اه في عرق بس فيه بلل، لكن فيه زرق ناشف اهو برضو، فيه كده وفيه كده اهو. احنا ما كنتش بشوف اي زرق زي ده. طب دول اهو، رغم ان دول زغلول كبير وزغلول صغير فرق كبير جدا واضح جدا، لكن الصغير والله واكل والكبير واكل اهو. شوف الزغلول بدأ فعلا، الزغلول بدأ فعلا تحس ان هو زغلول لاحم، الزغلول بدأ يملى. وانا النهارده خامس يوم من العلاج مش بقالي كتير، ولسه ما عطيتش اي فيتامينات ولا عطيت اي حاجة. يعني بسم الله ما شاء الله، انا كنت ابتديت اشك ان الحمام اللي عندي ده مش حمام لحم اصلا، من اللي وقفت البيع على فكرة. انا موقف البيع بقالي 3 4 شهور مش فاكر بالظبط، بس بقالي مدة. اللي بيسألني بقول له مفيش، مش هعطي لحد حمام تعبان. اهو شايف رجع الحمام بسم الله ما شاء الله لمستواه. الزغاليل بقت نظيفة اهي، بعد ما كنت تلاقي بلل وتلاقي الزغاليل مش نظيفة، الزغاليل رجعت نظيفة تاني. الطاجن اهو نشف هنا اهو، الزغاليل نضفت يا جماعة، والله الزغاليل نضفت، ربنا يبارك له يا رب. فيه ده اللي انا عايز اشوف منظر الزرق ده، مش عايز اشوف المية. هنا القص ده طبعا انا راشش كلور امبارح، ممكن يكون اثر الكلور اللي هو انا رش. كانت الارضية دي بتكون مبلولة تماما، لكن الحمد لله بدأت تجف شوية. وده شكل الدرج اهو، بقى فيه زرق هنا اهو، هنا اهو زي ما احنا شايفين الحمام عامل هنا زرق اهو. طبعا كل ده كان متنظف امبارح، دي عاملة، وده اللي انا عايز اشوفها، مش عايز اشوف اللي هو السايح. الارض هي نشفت تمام. هنقعد مع بعض مع الحاج اشرف كده ونتفق هل هنكمل بمضاد حيوي ولا هنأتي رفع مناعه، هنأتي غسول، هنشوف هنأتي ايه. هو هيشوف الفيديو ده ويقول لي ايه اللي هنعمله في الفتره اللي جايه. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.